السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي مطبخ توتي. لو أول مرة بتزوريني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل يصلك كل جديد أول بأول، ولايك وشير. هنعمل النهاردة مع بعض فيديو مشتريات، اشتريت شوية حاجات كده وحبيت أفرجها لكم، أنا فرحانة بيهم قوي، يا رب يعجبوكي زي ما هما عاجبني، وهقول لكم على كل حاجة أنا هستعملها في إيه، وان شاء الله لما استخدم حاجة منهم في الوصفات هقول لكم وافكركم ان الحاجة دي كنا عملنا بيها فيديو مشتريات. اول حاجة عايزة اوريها لكم السندات الحلوة دي بتاعت الكوبايات. بصوا الشكل ده حلو ازاي، والشكل ده كمان، دول ممكن نتسند عليهم الكوبايات عشان الكوبايات ما تعلمش على الترابيزة او كده. ممكن انا برضو هستخدمهم في الوصفات، احط فيها المقادير او احط فيها الشوكولاته او الشوكولاته الفرماسيل او الشوكليت شيبس او الجوز الهند لما نزين الحلويات. شكلهم عجبني اول فجبتهم، ايه رايكم بقى في شكلهم؟ دول ب 10 كيلو، وجبت الشيش طاووق ده، عصاية الشيش طاووق ده برضو ب 10 عشان نبقى نعمل مع بعض بيها شيش طاووق. وعصاية الشيش طاووق قبل ما تحطي فيها الشيش طاووق لحمة أو فراخ لازم تبليها نص ساعة في المية علشان العصيان دي تشرب من المية، ولما تيجي تدخليها الفرن ما تتحرقش، تبقى مرطبة كده، فالمية اللي فيها يدوب تتبخر لكن العصيان نفسها ما تتحرقش. يعني انت هتستخدميها كذا مرة برضه، يعني عشان ما تتحرقش من أول استعمال. عندي طبعا دوت مفرش السفرة، ده المشمع البلاستيك بيتفرد على السفرة وقت الأكل. هقولك على طريقة حلوة تثبتي بيها المفرش دوت، أنا عدلته لكم عشان تشوفوه. بس الشكل بتاعه، بتجيبي بخاخة المكوة وترشي الترابيزة بتاعة السفرة، وبعدين لازم يبقى بس حد قصادك وتفردي المفرش كده، هتلاقيه لزق على السفرة من قطرات المية اللي على الإزاز، هيبقى ثابت جدا. وبعد ما تخلصوا الاكل بقى هيتلم جوه بعضه بمنديل مطبخ كده، تلمع الازاز هتلاقي ما السفره رجعت تلمع تاني. المشمع ده حلو قوي، يعني يوفر عليكي مسح بقى السفره بميه وصابون وبعدين جلانس، فانت بتلميها بقى وترمي بواقي الاكل اللي فيها على طول، والازاز بيفضل نظيف بتاعت السفره. دوت كان ب 15. شايفين بقى الصينيه التحفه ديت، انا قلت اول ما شفت الصينيه دي قلت هي الصينيه دي المطبخ توتي، فيها الشاي وفيها الفاكهه وفيها الحلويات. بصينا عاملين ميني ساندويتش، وده الملون ده اسمه ماكرون، شكلها عجبني قوي بصراحه، ايه رايكم في شكلها؟ لايقه قوي على مطبخ توتي. الطماطميات الحلوة بقى ديت، دوت المفرش اللي بنصفي عليه المواعين. بس هو هفتحه معاكم وناحية سادة كده والناحية التانية فيها طماطميات، ايه رأيكم في الطماطميات الحلوة دي؟ علشان دوت لما تغسلي المواعين تبقي ايه، تصفي عليه المواعين كده، فهو متبطن بسفنج هيشرب المية، وبعد ما المواعين تنشف تقومي بقى واخداه منشراه على طول. اهم حاجة ما تركنوش في المطبخ مبلول عشان ما يعملش ريحة مش حلوة، يعني تخلصي المواعين صفت خلاص تاخديه بقى تنشريه في اي مكان فيه شمس او اي مكان فيه هواء عشان تحافظي عليه. عجبتني قوي رسمة الطماطميات اللي فيه. في كمان القطاعات دي ب 10 جنيه، هنعمل منها بسكوت ان شاء الله، يعني 4 اشكال، بيعملوا اشكال حلوة، النجمة والوردة والدايرة والدبدوب، ده لذيذ قوي نعمل بيه بسكوت للاطفال، انتظروا فيديو قريب ان شاء الله. ده برضو كان ب 10 جنيه، ايه رأيكم بقى في الصينية الفراولة ياض ديت؟ شكلها عجبني قوي،
دي بقى بتاخد برضو زي، ممكن تحطي كوبايتين او تحطي كوبايتين شاي وكوباية مية، شكلها جميل قوي. ممكن نبقى نرص عليها كوكيز كمان او بسكوت، تنفع صينية تقديم الحلويات كمان، مش شرط تبقى شاي بس. يعني هتقول لا لو حطينا عليها بسكوت؟ اكيد مش هتقول لا. ايه رأيكم في الشكل التحفة بتاعها ده؟ انا بحب الفراولة قوي، مين بيحبها زيي؟ نيجي بقى الافخم حاجة في الحاجات دي كلها اللي انا فرحانة بيه جدا وان شاء الله هيعجبكم قوي. شايفين طقم البولات الحلو دوت؟ بسم الله، هي ازاز عادي مش كريستال بس شكلها عجبني قوي. دي بقى هنعمل فيها حاجات وابتكارات ان شاء الله هتعجبكم جدا. هما الستة على شكل فيونكات كده، شايفين شكلهم حلو ازاي؟ مش عارفة باينين. هنبقى نعمل بقى بيها حاجات حلوة كتير، وفي رمضان بإذن الله هنعمل حاجات كتير في البولات دي هتعجبكم. بس هي شكلها شكل الفيونكة كده، هو شكلها رقيق قوي عجبني وحجمها حلو كمان. طاركوا على الصينية عشان تشوفوها. بصوا دي بولة ودي التانية، ايه رأيكم بقى؟ عمل فيها جيلي رز بلبن، ايس كريم، كل حاجة هتبقى فيها حلو. شكلهم عجبني اوي. دول بقى كانوا ب25، سعرهم مش غالي وخامة الازاز بتاعتهم حلوة وحجمهم معقول، وان شاء الله ممكن برضو نبقى نحط فيها مقادير الوصفات اللي احنا بنعملها مع بعض. عارفين المقادير بتبقى كتير وبنبقى محتاجين بولات كتير. دي كانت كل حاجة جبتها. اه في حاجة نسيت اجيبها، هجيبها واجيلكم. في كمان الفرشة ديت جبتها لدهان المخبوزات او لدهان الصواني لما اعمل كيكة او حاجة، ساعات بنحتاج فرشة ندهن بيها فعجبتني قوي. على فكرة الفرشة السيليكون ديت سريعة في النظافة، بتنضف بسرعة قوي، احسن من الفرش الشعر. لو ما عندكيش فرشة سيليكون لازم تجيبي واحدة. لونها كمان عجبني، دي برضو كانت ب10 جنيه. عايزة اخليها حتة بقى. دي كانت كل مشترياتي، يا رب تكون عجبتكم. ان شاء الله كل حاجة هستخدمها هبقول لكم. الحاجة دي احنا عرضناها قبل كده في فيديو المشتريات. لو عجبتك بقى، لو عجبك الفيديو بتاعي اعملوا له لايك. لو لسه ما اشتركتيش في القناة مطبخ توتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على كلمة الكل، يصلك كل جديد اول باول، ولايك وشير. هسيبكم بقى في نهاية الفيديو مع بعض صور من وصفاتي، ولو عجبتك وصفة من الوصفات ادخلي في القناة هتشوفي الفيديو بالتفصيل، هتلاقي وصفات كتير حلوة وسهلة واقتصادية وطعمها جميل جدا. ألقاكم في فيديو جديد عن قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.